السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Breaking the Bank أو لعبة السطو على البنك. لعبة خفيفة لطيفة جميلة، شفت لها شوية لقطات وحبيت أني أنزل عنها حلقة، إن شاء الله أنها راح تنال إعجابكم. خوينا هذا خلنا نسميه عصقول، مثل ما تشوفون يا شباب مجموعة خيارات تطلع لي أختار من بينها ولازم أني أختار الخيار الصحيح. فأخوينا الحرامي هذا قال لي بما أنك مختم سلسلة الحرامي الحين أنت أفضل شخص أستعين فيه في هذه السرقة أو المهمة. طبعا الحين قدام السور، الخيار الأول أنه يحفر الظاهر، بما أنه يعني الرملة واضح أنها تنحفر بيفجر سلامات ولا هذا التكسير ليزر وات، في أمور غريبة صراحة. أوه يسوي نفسه داخل الجونية هذه حقت الفلوس الظاهر. طيب بيتفاجئون بيقولون سبحان الله وشلون الفلوس هذه برا، يلا ندخلها، ما بيشي يكون داخل على أساس. خلنا نجرب الحفر يعني أكثر منطقية شوي. أوكي. خوفي يطلع في عالم ثاني. أيوة هنا حشر ماي غاز لا. يا أخي غبي دخل في ظلمة جاي ولا يبغى يشوف. طيب ما عندك كشاف؟ في حرامي ما عندك كشاف؟ أحرت الله بالله، يلا محاولة ثانية. طيب ما ودنا بالتفجير، تليبورت سلامات، نلعب بكس حنا. أنا ودي أفهم الليزر هذا وش يفكر فيه، بيرسم نفسه في الجدار وبيدخل. أيوة يا أخي استغفر الله العظيم، لا الولد واضح أنه تنح والله تنك. طيب هذا الخيار الثالث اللي أشوفه في الترتيب أنه يسوي نفسه جونية الفلوس ولا وينسدح. اها الموتر قبل لا يوصل للبنك. وشلون طاح منه واحد؟ اوكي قال شلها خلاص استر على اللي شفته. Wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know. That makes sense. انا قريت في الاعدادات يقول اذا شفت اي شخصية تضغط عليها كليك يمين بحيث انك تضيف هذه الشخصية. انا ضفت الشخصيتين هذا لو لاحظت في العين، بس ما ادري وش الفكره من يضاء. صادوك يا تنك. رافع يده زعلان بعد. The story begin الظاهر كتب لي. لا والله رجعنا يا الربع. تفجير في سرقه بنك، تفجير. طيب اعطينا ريث يلا يا عزيزي. علق نصه في الجدار، خلص عليه الالتمت يا الربع. يعني سبحان الله اللي استبعدته بيطلع هو الخيار الصحيح. اوكي سلامات يا طيب. ايوه يا الربع في شيء برا الخيارات يعني معقوله. طيب وش اسوي؟ علمني. لا علمني تكفى. يعني انفتحت المرحلة اللي بعدها، بس مثل ما شفتوا جربنا كل الخيارات. طيب هذه الحقيقة المؤلمة انك مسجون يا عزيزي. You're free to go. Not really, but you've got a package. ظريف الأخ. اوكي جتني هدية. We've already checked it for anything useful, haven't we Dave? What? Yeah, of course I checked. والله ما ادري وين الله حطه. I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. اوكي في كيك. واو وش داخل؟ اوكي انا اختار الشغلة اللي داخل. الله يخرب بيت التليبورت، ابعد. اوكي للهروب من الزنزانة اعزائي المشاهدين فيه فايل. وش ذا الفايل؟ درينك تلفون ما راح يطلعنا طبعا. روكيت لانشر لا. دريل طيب وين بيكسر؟ انسب خيار يعني واضح انه دريل رغم انه ما زال مزعج، بس الفايل هذا كان ودي اجربه صراحة. وش في الفايل؟ حبيبي داخل كيكة دريل. اوكي اوكي نزل كرمكم الله الحمام. كروبار والله اقول لكم جايبها من سلسلة الحرامي اكيد. الكروبار عشان يفتح الخشب اللي موجود هنا. اشوف يلا مشى مع ايوه نحشى على بالي كفو والله فك سبرنت. تراي دوجينج سالفة فيها دوج ما علمتني كذا يا عصقول. طيب ما ادري هو بالكيبورد ولا الماوس. الله يخرب بيتك طلعت فوق صقعت تحت 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 بسرعه. اوكي الحين فوق تحت فوق يا ولد وصلونك فوق. واو
ويلكم تو هوليوود اعزائي المشاهدين. افلام هندية. Get ready. ايوه نظام الكوبوي هذا من يرفع. اوف شرخان وش سوي هنا؟ هذا هل يمسك الطلقة؟ لا والله ما سواها الهنود. ما ادري الحين 2022 والله من زمان ما تابعت افلام هندية. وست ميسا لا بيركب. ماذا هل مان ماذا هل. طيب وش سالفة البنك تكفى؟ اندينج واحد، محاولات ثلاثة للأسف. طيب خبرة الحرامي وين راحت؟ الحلقة اثنين ستيلينج ذا دايموند، سرقت المجوهرات. ولا الحين هذا بيتفلسف، هذا من العصر مدري. اوكي شافها في التلفزيون قرر يسرقه. فلوس جميل جدا. شال مفتاحه اللي هو حق موتر الشرطة. ايوه لا خلها سنيك يا حبيبي. سنيك طبعا سنيك بيكي حرامي محترم. اوكي طلع لي خيارات. جمب، يحذف الجرافيتي، تليبورت. يا اخي انساه تكفى. لك ايش هذا؟ في شغلات غريبة. بكاكس شرينك ري. هذا الشرينك ري يصغر المبنى اتوقع، هذه الفكرة منه. شوف السهم الاحمر هذا يقول لي كل الشغل بيصير هنا، وهذا الاحمر يوديك لفوق. طيب خلينا نجرب هذا الجرافيتي كاب. واو. بيوصل المريخ. والله على بالي بيجيب لقطة المريخ. خلنا ننسى فوق، خلنا نشتغل في الأرض. شرينك، ودي أشوف المبنى هو يصغر. يصغر نفسه. أوكي في فتحة كانت. متنا. لا حشرة تبلعك يا عصقول. وش ذا؟ أنا بس ودي صراحة نستكشف. الليكويد فاكتور، أبغى أشوف أفكار المخرج. أتحول إلى سائل. تكفى لا. أنت وش الأفكار ذا يا شباب؟ والله العظيم صداع. بس حنا نحاول يعني نختار شغلات. ليش؟ أحس التليبورت بيفيد يا هلا. أيوة ما وصل. عطنا التليبورت يلا. بس هالمرة لا تعلق نصل الجدار، رحم والديك. وين؟ وصلت. سكرتي. أوكي حلو. التليبورت فاد الحمد لله، بما أنها تكرر ثلاث مرات علينا. ريث في الأخير نفعت من كثر ما ألعب فيها هاليومين، عالق الشخصية في مخي. طيب احنا قلنا سنيكي فما ينفع السلاح. أوه هذه ممتازة، هذه تختفي. حبة الاختفاء. يا سلام. وينك؟ I lost track of you. What؟ ضيع نفسه يعني؟ أتوقع ممكن لازم إني أنا أتحرك ولا شيء. لا والله ما فيش مجال. الفالكون بنش. أها يرمي درهم وهذاك يسمع. حركة رخيصة هذه. خربت السرعة اللي جت. دروب واير. اوكي واير بيسحب، دروب هو بينزل. ايش هذا؟ علمني. لا تكفى علمني. بيكسر زياد. يسحبه. يا اخي والله العظيم ان المصمم سكران. اوكي واير. مستحيل تضبط يا اخي. والله ضبط. الحين حسيت انه شوي يعني ارتقى بالتفكير. ليزر كتر. اوكي خلينا نشوف التفكير. ليزر كت لعله يضبط. قصر نفسه. الله يخرب بيتك. ما زال حمار كبير. واو. ايوه ثقيل عليك. بيحط نفسه داخل مدفع الظاهر. هذا اختصار السالفة كلها. او بلانك الطيارة نفس الفكرة. السيف هذا مش من ضمن الخيارات. التشيز وش دخل التشيز؟ فهمني المخرج. تكفى. اوكي واي والله سيريسلي واي ليش هذا الخيار اساسا موجود؟ طيب المدفع اتوقع الحل الصحيح. لا تكفى. اوكي طلعك يا اخي طلعك. اوه علينا. طيب وشلون الخشبة بتطلعك اذا المدفع ما طلعك؟ فهمني. ايوه. And after that they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah. اوف معهم فور بعد. سناب نك دايموند جمب. مستحيل الجمب. سناب نك يطير راس السكرتي.
الرايفل او انه يحاول يزرف. بما انه جالس يدخن هذا ممكن يزرفه. الله اكبر عليك. ولا صابه. عرف انه حمار. وبيجي بياخذ المفور وبيجلد عينه. بالله يعني سناب نك وشلون وشلون اذا انه ما عرف بالرشاش يصيده. خلنا نختار الدايموند لعله يرميه على راسه ويفكنا من شر. ايوه سلام عليك. انا خاطري بس اجيب الخيار الصحيح من اول مره. وبس يا شباب هذا كان تغطية خفيفة للعبة يوميات عصقول. اتمنى نالت اعجابكم. لا تنسوا تعطون لايك وتكتبوا لي رايكم في الكومنت. شكرا للمنتسبين وشكرا موصول لكل من دعم هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.